السلام عليكم. مباراة الأهلي ضد سان داونز اليوم، أرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع. يواجه النادي الأهلي اليوم فريق سان داونز بمباراة الإياب في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي المقرر أن تقام اليوم 1 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي. وكان الآن نادي الأهلي تلقى خسارة بهدف مقابل لا شيء من سان داونز الجنوب إفريقي خلال المباراة التي جمعتهم الأحد الماضي بإستاد لوفيتس في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وتأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي على حساب سيمبا التنزاني بنتيجة 3-0 منهما. وسنشاهد مباراة الإياب بين الأهلي وسان داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي حضورا جماهيريا كبيرا، هو السلاح سيلعب دورا هاما لصالح المارد الأحمر أمام الفريق الجنوب إفريقي. طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي المصري، ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير للفيديو ليصلكم منا كل جديد، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة إن شاء الله.